السلام عليكم خوتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. البارحه سمعنا يعني واحد الخبر يعني حزين بزاف، اللي هو جريمه القتل اللي تعرضت لها واحد مواطنه مغربيه من طرف الزوج ديالها. خصوصا يعني هذه الجريمه يعني تزامنت مع يعني مع اليوم يعني ديال المحاربه ديال العنف ضد النساء، يعني كان الاحتفال به البارحه وتتسمع هذا الخبر. هذا كان جوج ديال الجرائم، وحده اللي قام بها المغربي هذا ووحده اخرى قام بها انسان اخر ايطالي، يمكن في النواحي ديال كاتانزارو. وهذه الجريمه هذه وقعت في البروفينس ديال بارما. غادي نخليكم مع الخبر كما شفنا. المهم اخوتي، الجريمه وقعت كما تشوفوا في هذه القصصات. يعني السيد خدام بخير ولا خير، كانوا شفتوا قريت انا بانهم كانوا في النواحي ديال الجنوب، يلاه تحولوا لهاد البلاصه هادي، ماشي بزاف في النواحي البروفينس ديال بادوفا. المهم كاينه مشاكل ربما تتعلق ب يعني بالغيره، الجيلوزيه ربما، الله اعلم. ما غاديش نقدر نطلقوا لجميع الاحداث، وحنا ما عارفينش بالضبط يعني السبب الحقيقي وراء القتل ديالو الزوجه ديالو. السيد يعني كان خدام، يعني عندهم ثلاثه ديال الاولاد. هذا الشيء اخوتي مأساة حقيقيه، تتمنى انه ما يتكررش بحال هادشي. انسان راه كاين بزاف ديال الطرق الانسان باش يحل المشاكل ديالو، وابغض الحلال عند الله الطلاق. الانسان كاع ما تفهمش مع واحد انسان صافي طلق وصافي، علاش غادي تقتل ولا علاش غادي ترتكب جريمه اللي تيروح الضحيه ديالها؟ شكون اللي تروح الضحيه ديالها؟ هما دوك الابناء دابا، ثلاثه ديال الاولاد دابا هما دابا يعني راه شدهم دابا واحد الصديقه ديال السيده اللي توفات الله يرحمها. شاكين يعني ماساه، غادي المعاناه غادي يعانيوها هاد الاطفال هادي اللي غادي يكبروا دابا باهم يعني او في الحبس، غادي يمشي للحبس، والام ديالهم هي متوفات، وعاد تزيد يعني العائلات ديالهم في المغرب. يعني كيفاش غادي يعني يسمعوا هذا الخبر هذا يعني المؤلم بزاف. يعني تتمنى من الله العلي القدير ان الانسان يحاول يعني يدير عقله. كما قلت لكم اخوتي، يعني راه كاين بزاف ديال الحلول ان الانسان باش الناس ما يوقعوش كاع في هذه المسائل هذه. راه كما قلت لكم الانسان ما صافي ما بقيناش فاهمين، تفارقوا بلا صداع بلا والو، علاش غادي يقتلها ولا غادي تقتلني؟ بزاف ديال الحلول. يعني الانسان راه بلاتي احسن يحل المشاكل ديالو، ما بغاش تحل هذه المشاكل ديالو. بطبيعه الحال راه كاين الفراق، يتفارق الانسان بلا مشاكل بلا تش حاجه، بلا جرائم بلا تش حاجه. لانه كما قلت لكم اللي غادي يخلصوا التبعات ديال هذا الشيء هما دوك الاطفال دابا الابرياء، ثلاثه ديال الاولاد شنو هو الذنب ديالهم مساكن. المهم هذا ما كان اخوتي خبر، بصراحه خبر يعني حزين بزاف ومؤلم بزاف. نتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.